يا صباح الخير على كل جماهير واعضاء النادي الاهلي في كل مكان. النهارده من داخل جيم النادي الاهلي بالجزيره، عندنا تمارين كتف بسيطه جدا ممكن اعملها وانا في البيت لو يومي مشغول مش قادر انزل الجيم. ممكن استخدام اي ويت في البيت، اذا ستيم ميه او اي ويت، او لو انا عندي دمبل في البيت ممكن اعمل التمرينه بتاعتي بحيث ان انا مضيعش السايكل بتاعتي بتاعت الاسبوع وامارس التمارين دي وانا قاعد. مش هيبقى فيه اي تعب، همارسها كلها وانا قاعد على اي كرسي او حاجه في البيت. هبدا اول تمرين شولدر بريس، زود كوعي 45 لجوه، والتمرين ده يفضل ان يبقى فيه اي حاجه سبورت للظهر بس، خصوصا في الشولدر بريس، عشان لو وزني تقيل شويه ببقى انا هحمل كده على اللور باك فده مش احسن حاجه، فيفضل ان يكون فيه اي سبورت للظهر. تاني تمرين عندي لاترال ريزز، تالت تمرين فرونت ريزز، يفضل ان انا اكون شادد صدري لفوق وما اكونش موطي لقدام. بعد كده عندي ابرايت رو دمبل، بطلع لحد بس كوعي يبقى في مستوى كتفي بس ما بطلعش اكتر من كده. ممكن اخد لاترال ريزز سنجل ارم، ممكن لو انا صعب التمرين شويه اشتغل هاند، اصعب التمرين اكتر كده. انا خدت زاويتين للكتف الامامي شولدر بريس وفرونت ريزز، وخدت ثلاث زوايا الكتف الجانبي، خدنا لاترال ريزز وابرايت رو دمبل وسنجل ارم لاترال ريز. اخر تمرين عندي هيبقى للرير دلت الكتف الخلفي، ممكن استخدمه ريفرز فلاي. وكده نكون اشتغلنا عضلات الكتف الخلفي. لو انا عندي زاويه واحده للكتف الخلفي انا عملت اثنين، لو عايز ازود للكتف الخلفي ممكن ازود مجاميع، لو انا عايز تارجت الكتف الخلفي اكتر وما عنديش زاويه ثانيه اعملها وانا في البيت. خلصت حلقتنا، كان معاكم الكابتن مصطفى النوبي من داخل جيم من الاهلي بالجزيره. صباح الفل.